Evet, hepiniz hoş geldiniz. El Arabiyetül Naşi'in derslerine. El Dersül Aşir, El Vahdetül Rabiatü, Fil Hadikati, Fil Hadikati Bahçede, Fil Hadikati Bahçede. Naam. Ne eşliğinde? الحوار الحوار ديالوغ الأب متى وصل الأولاد من المدرسة متى وصل الأولاد متى وصل الأولاد من المدرسة الأم وصل الأولاد قبل قليل قبل قليل أزنجا بعد قليل الصنرة قبل قليل بعد قليل متى نزمن متى متى هذا نأخذه متى وصل متى نذهب متى نأكل متى ننام متى وصل الأولاد؟ çocuklar ne zaman geldi? من المدرسة. الأب أين هم الآن؟ أين هم الآن؟ الآن شلون؟ أين هم؟ الآن هم في حديقة المنزل. هم أين هم الآن؟ هم في حديقة المنزل. هم الآن şu anda onlar evin bahçesindedir. في حديقة المنزل. في حديقة المنزل. الأب ماذا يعمل حسن؟ نو. ماذا يعمل حسن؟ ماذا يعمل حسن؟ حسن نافيو. هو يقرأ في كتاب اللغة العربية. هو يقرأ في كتاب اللغة العربية. أو عربشة دي الكتاب نوغيو. عربشة دي كتاب نوغيو. عربشة كتاب نوغيو. هو يقرأ في كتاب اللغة العربية. نعم نعم الحمد لله. وماذا يعمل عادل؟ عادل نافر وماذا يعمل عادل وماذا يعمل ماذا نا ماذا نا يعمل نافر عادل عادل هو او يسقي طيور اشجار الحديقة هو يسقي اشجار الحديقة هو يسقي اشجار الحديقة وماذا يعمل عادل؟ وماذا يعمل عادل؟ الجمل النموذجية. نعم. وماذا تعمل فاطمة؟ وماذا تعمل فاطمة؟ وماذا تعمل فاطمة؟ الأب يسأل عن أولاده. بابا çocuklarını soruyor. Ne yapıyorlar diye. هي تكتب رسالة إلى خالتها. هي تكتب ويصدر رسالة بمكتوب لمن إلى خالتها إذا سنام الأب قولي لهم قولي لهم انظر ده الغداء جاهز الغداء جاهز öyle yemeği hazır الصفحة 29 29. صفحة قولي لهم قولي لهم الغداء جاهز الغداء جاهز نعم أجب من وصل من المدرسة من من وصل من المدرسة وصل من المدرسة الأولاد الأولاد من وصل الأولاد وصل الأولاد وصلوا متى وصل الأولاد
ile el beyti. Eve ne zaman geldiler? Vasala el evladu ile el beyti kable kalilin. Kable kalilin. Kable kalilin. Eyne el evladu el ana? Eyne el evladu el ana? Eyne el evladu el ana? الأولاد الآن في الحديقة حسب النص حسب المتن نجيب الأسئلة الأولاد الآن أين الأولاد الآن هم الآن في الحديقة المنزل في حديقة المنزل أين الأولاد الآن الأولاد الآن في حديقة المنزل في الحديقة في حديقة المنزل ابن باتشسنا ماذا يعمل حسن ماذا يعمل حسن ماذا يعمل حسن حسن نافير هو يقرأ في كتاب اللغة العربية هو يقرأ في كتاب اللغة العربية من يسقي أشجار الحديقة من يسقي أشجار الحديقة من يسقي من يسقي أشجار الحديقة يسقي أشجار الحديقة عادل يسقي أشجار الحديقة عادل ماذا تكتب فاطمة ماذا تكتب فاطمة فاطمة تكتب رسالة فاطمة تكتب رسالة لمن تكتب فاطمة لمن تكتب فاطمة تكتب فاطمة لخالتها تكتب فاطمة لخالتها خالة تيزة لخالتها تيزة سنة نعم والآن يطلب منا التمرين الثاني استبدل مع تغيير ما يلزم كما في المثال misalda olduğu gibi gerektiği şekilde değiştir diyorum. Misale bakalım. Huve yakra'u fi kitabil lugal arabiyye. Huve yakra'u fi kitabil lugal arabiyye. Ente el İngilizce. Ente takra'u fi kitabil lugatil İngilizce. Ente takra'u fi kitabil lugatil İngilizce. Sen İngilizce kitabını okuyorsun. أنا الفرنسية أنا أقرأ في كتاب اللغة الفرنسية أنا أقرأ في كتاب اللغة الفرنسية أنت الألمانية أنت تقرأ في كتاب اللغة الألمانية أنت تقرأ في كتاب اللغة الألمانية هي الإسبانية هي تقرأ في كتاب اللغة الإسبانية هي تقرأ في كتاب اللغة الإسبانية هي تقرأ في كتاب اللغة الإسبانية نحن نقرأ في كتاب اللغة الإيطالية نحن نقرأ في كتاب اللغة الإيطالية عثمان الأردية عثمان يقرأ في كتاب اللغة الأردية عثمان يقرأ في كتاب اللغة الأردية مريم السواحلية مريم تقرأ في كتاب اللغة السواحلية مريم تقرأ في كتاب اللغة السواحلية هو يقرأ في كتاب اللغة العربية هو يقرأ في كتاب اللغة العربية هي تقرأ في اللغة الإنجليزية هي تقرأ في كتاب اللغة الإنجليزية هي تقرأ في كتاب اللغة الإنجليزية هي olunca تقرأ هو olunca يقرأ مريم zaten bayan olunca تقرأ أنا olunca أقرأ sen olunca تقرأ o olunca يقرأ diyeceğiz الصفحة الثلاثون استبدل مع تغيير ما يلزم كما في المثالين. إكي مثال ده أولو جوينة
Değiştirmemizi istiyor yavaş yavaş. Hiye tektubu risaleten ila halatiha. Hiye tektubu risaleten ila halatiha. O teyzesine mektup yazıyor. Hüve sadiğun. Hüve yektubu risaleten ila sadiqihi. Hüve yektubu risaleten ila men? İle sadiqihi, arkadaşına. Adil, validetün. Adil yektubu risaleten ila validetihi. Adil yektubu risaleten ila validetihi. Adil annesine mektup yazıyor. Ene ektubu risaleten ila validi. Ene ektubu risaleten ila validi. Ben babama mektup yazıyorum. Ente tektubu risaleten ila uhtike. Ente tektubu risaleten ila uhtike. Sen kız kardeşine mektup yazıyorsun. Hiye tektubu risaleten ila sadiqatihe. Hiye tektubu risaleten ila sadiqatihe. Bakın dikkat ediyorsunuz. Evde defterlerinize siz yazıyorsunuz sevgili öğrenciler. En hiye tektubu risaleten ile sadiqatihe. O kız arkadaşına mektup yazıyor. Nahnu nektubu risaleten ile ceddine. Nahnu nektubu risaleten ile ceddine. İle ceddine, dedemize. Ahmedu yektubu risaleten ile ceddetihi. Ahmedu yektubu risaleten ile ceddetihi. Ahmet ninesine mektup yazıyor. Zeynep müderrisetün. Zeynep hocasına mektup yazıyor diyeceğiz. Zeynep tektubu risaleten. Zeynep tektubu risaleten ila sadiqatihe. Zeynep tektubu risaleten ila sadiqatihe. Fatimetu khaletun. Evet. Fatimetu tektubu risaleten ila khaletihe. Fatimetu tektubu risaleten ila khaletihe. Hüve sadiqun. هو يكتب رسالة إلى صديقه. هو يكتب رسالة إلى صديقه. Evet, bu dersimize yapalım. اجري الحوار كما في المثال. Misalde olduğu gibi diyalog devam ettir. Yani cümle kurmamızı istiyor sevgili arkadaşlar. El evladu el medresete. Mete vasal el evladu min el medreseti? Vasal el evladu kable kalin. Eyne humul an? Humul ana fi hadikatil menzil. Mete vasal el evladu min el medreseti? Mesela diyoruz ki mete vasal ahmedu min el suhi? وصل أحمد من السوق قبل قليل. أين هو الآن؟ هو الآن في حديقة المنزل. ويا شوله ديالهم. متى وصل أحمد من المدرسة؟ وصل أحمد من المدرسة قبل قليل. أين هو الآن؟ هو الآن في السوق. متى وصل أحمد من المدرسة؟ أحمد قلنا ne zaman geldi? Ne zaman ulaştı buraya? وصل قبل قليل. Az önce. أين هو الآن؟ Şu anda nerede? هو الآن في السوق. Şu anda o pazarda, çarşıda. متى وصلت زينب من المدرسة؟ وصلت زينب من المدرسة قبل قليل. أين هي الآن؟ أين هي الآن؟ شو عند أونيردة؟ هي الآن في المكتبة. هي الآن في المكتبة. أو شو عندك تبانة ده؟
متى وصل عادل من المدرسة؟ وصل عادل من المدرسة قبل قليل. أين هو الآن؟ هو الآن في المسجد. أين هو الآن؟ هو الآن في المسجد. في المسجد. هو شو عنده مسجد تاب. متى وصل التلاميذ من المدرسة؟ متى وصل التلاميذ من المدرسة؟ وصل التلاميذ قبل قليل. قبل قليل. أين هم الآن؟ شو عنده نرد درلر؟ هم الآن في النادي. هم الآن في نادي الرياضة. هم الآن في نادي الرياضة. onlar şu anda spor kulübünde derler. متى وصل الأولاد من المدرسة؟ çocuklar okuldan ne zaman geldi ulaştı? وصل الأولاد من المدرسة قبل قليل. az önce. أين هم الآن؟ onlar şu anda nerede? هم الآن في نادي الرياضة. في نادي الرياضة. في نادي الرياضة. سبور كلوبنده. أيها التلاميذ الأحباء، في التمرين الخامس يطلب منا الكتاب حل التدريب الثاني الثالث استبدل، والرابع أجر الحوار في الدفتر في المنزل. Üçüncü alıştırma bu. Dördüncü alıştırma bu. Evde ne yapacaksınız? Ders yazacaksınız, çözeceksiniz. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hepiniz esen kalın, hoş kalın.